هاي، شهد العالم بالعشرين سنة الأخيرة ارتفاع بنسب تمثيل المرأة، وصارت اليوم بتشكل حوالي 23% من الهيئات الوطنية المنتخبة بالعالم، مقارنة مع معدل 14% سنة 2000 و11% بال 1995. تحتل رواندا المرتبة الأولى عالمياً لنسبة تمثيل المرأة بالبرلمان وهي 61%، تتبعها بوليفيا مع 53%، كوبا مع 49%، وأيسلند مع 47%، أما نيكاراغوا فنسبتها 46%. مين قال إنه اتفاقات السلام وإعادة الأعمار تتمتع بحظ أوفر بالنجاح على المدى الطويل لما تكون المرأة معنية؟ أنا قال، بشوفكم بكره.